خلينا نموف اون لاخر خبر معانا النهارده. واحنا كنا اتكلمنا لكم الاسبوع اللي فات عن ان في ست كان عندها 87 سنه وان هي نجحت في امتحان محو الاميه، وقد ايه كنا مبسوطين وفخورين ان في حد لسه بيسعى للتعليم بعد كل العمر ده، ويعني ان وهي هي ما قاسيتش. inspiring جدا. ومعانا قصه تانية برضو انسبايرنج جدا، عوض سامي بدير طالب في اولى اعدادي، اكبر طالب في اولى اعدادي في مصر، عنده 50 كيوت سنه كيوت في مدرسة تردي بكفر الشيخ، ويعتبر أكبر طالب في مصر. اتعرض إن هو لتنمر كتير قوي بسبب إن هو ما قدرش يكمل تعليمه، وحب إن هو يرجع المدرسة وياخد أوراق محو الأمية برضو، مع إن هو كبر وربى أولاده وهم كمان كبروا، وقرر إن هو يسعى ورا الموضوع ده. ولقى تشجيع جدا من كل حواليه ومن اسرته، وخصوصا من التلاميذ اللي معاه. حتى نزلنا لكم برضو الكلاسميتس اللي الكلاس معاه في ميتس اللي that's معاه so قد ايه cute. they're so supportive، حتى مع فارق السن، يعني حلو بجد قوي. فخورين جدا بيه. يعني هو تعرض للتنمر ده قبل ما يدخل قبل ما يدخل يبقى في اعدادي، بالظبط فده اللي شجعه ان هو هو يرجع تاني، وان هو اوكي. يبرسو ان هو يعني الديجري بتاعته، او ان هو ياخد شهادة محو الامية. فبجد مبسوطه ان احنا بنسمع القصص دي، بقينا كتير قوي، لان حلو ان الناس تفضل تسعى للتعليم حتى مهما حتى بعد كبرت. ولطيف قوي ان الناس اللي معاه في الكلاس او يعني الستودنتس اللي معاه في الكلاس بيشجعوه، يعني ده مع فرق حقيقي السن الكبير ان هو حد في اعدادي وحد عنده 50 سنه، ومع ذلك هم بيشجعوه ده بيحمسوه حقيقي. ان هو ما تعرضش لتنمر تاني. يعني انا كنت خايفه انه فاهمه هو يتعرض يصحى لتنمر في المدرسة، بالظبط بالظبط ان هو يتعرض لتنمر تاني، فلو يعني يا جماعه مش كده هيجي كده له احباط صراحة من اكزاكتلي. التعليم. فحلو قوي انه كمان حتى الناس اللي معاه في المدرسه والناس اللي معاه في الفصل وولاده، انا مبسوطه جدا، يعني ولاده اكيد هم شايفينه اكيد قدوه، فخورين كمان بده. فخورين جدا بيه ان هو لسه بيسعى ورا ديجري الثانويه العامه. ف يعني we حاجة support لطيفة such جدا stories، أكيد. واكيد برضو هنزل لكم الصوره ليه هو والتلاميذ اللي معاه في الكلاس. ممكن تكونوا فاكرين ان هو المدرس بتاعهم من أيوة الصوره، بس هو حقيقي ده طالب زيه حقيقي. زيهم، وهم بجد very supportive معاه. والحلو قوي كمان ان البلد دلوقتي بقت تشجع الحاجات دي، يعني بقت بالظبط، تدعم الناس ان هم بجد وبيحتفوا بيهم بعد كده بالظبط وبيبداوا ان هم يشجعوهم اكتر من ان هم يعني كمان يتكلموا عنهم، فبقينا نشوف ده اكتر، بقينا نشوف النماذج دي بشكل اكبر، فبالتالي ده بيشجع ده وده بيشجع ده وده بيشجع ده. ف جود جوب يا جماعه بالظبط.